لسه مكملين حلقتنا معاكم النهاردة في حالة جديدة، وهنروح لحالة جديدة دلوقتي مختلفة من الديكور. الديكور زي ما كنا متعودين أو دايما متعودين في الحلقات من البرنامج إن يكون معانا فقرة عن الديكور. النهاردة معانا زي ما احنا متعودين الأستاذة رشا فكري خبيرة الديكور. أهلا بحضرتك. أهلا يا حبيبتي، أهلا بكل المستمعين. الأستاذة رشا، الكراكيب مشكلة كبيرة جدا بتواجه كل بيت مصري، لا مش كل بيت مصري، كل البيوت عامة. نعمل ايه علشان نحل مشكله الكراكيب دي؟ بصي، نعمل ايه عشان نحل مشكله الكراكيب؟ ان احنا نبتدي نستغل كل المساحات بان احنا نوفر مساحات تخزينيه للحاجات اللي احنا مش بنستخدمها كتير. رقم واحد، لازم يبقى عندنا لو في مساحه ان احنا نعمل حاجه اسمها ستور روم او اوضه خزين في اي مكان في البيت، لو بيتنا كبير ويسمح ان احنا نستقطع منه جزء، لو حتى متر ونص في متر ونص او متر في متر، فيبقى عندنا دي اسمها ستور روم، فاقدر ان انا اخبي فيها معظم الحاجات اللي مش بستخدمها من السيزن للسيزن، زي المروحه، المكنسه، الدفايه، كل الحاجات دي تبقى في منطقه الستور روم واخزن فيها كل الكراكيب بتاعتي. لو مش متاح ان انا اعمل ستور روم، فممكن ان انا ابتدي استغل كل الاجزاء اللي في ستور روم، يعني اوضه بخزن فيها عشان بس الناس تبقى اوضه خزين. مش شرط ان هي تبقى موجودة اصلا في البيت، لا، ممكن استقطعها من مثلا مكان في الطرقة، لو انا عندي طرقة مربعة او طرقة توزيع ممكن ابتدي اخد منها جزء واقفله واعمل له باب، فيبقى ده هو الستور روم، ويبقى حاجة كأنها مش باينة قوي في البيت عندي. تمام. وممكن الستور روم دي كمان في البيوت اللي هي الدوبليكس او الفيلل تبقى تحت السلم، منطقة تحت السلم، مكان يعني يكون معدوم، مكان معدوم، اللي هو مكان في طرق التوزيع او مكان تحت السلم او مكان مش بستغله خالص. تمام. بالنسبة للمطبخ، ممكن ان انا اخلق اماكن تخزين كبيرة في ان انا ابتدي اعمل الدواليب بتاعتي للسقف، وان انا استغل المساحات ان انا اعمل دولاب رأسي. الدولاب الرأسي ده بيشيل معايا كراكيب كتير جدا. ممكن استغل فكرة قديمة كانت عند اجدادنا اللي هي فكرة الصندرة. لو انا عندي السقف بتاعي عالي شوية، فممكن ابتدي يعني اعمل جزء واطي من السقف وان انا ابتدي اعمل صندرة، فده هيبقى حل عملي ان انا ابتدي احط الحاجات اللي انا مش بستخدمها كتير في الصندرة. حلو. ممكن ده. طبعا اعمل اطور فكرة الصندرة. زمان كانت بتبقى التهوية بتاعتها مش كويسة، فممكن ابتدي اعمل فيها شفاط واعمل فيها اضاءة بحيث ان انا ابتدي اخزن فيها الحاجات وانا مطمنة ومرتاحة واوصل لها بطريقة سهلة. فكرة ان انا كلنا عندنا L shape او كنبة الحرف L في البيت، فدلوقتي ممكن يبقى فيها الجزء الداخلي بتاعها صحارة، ان انا ابتدي احط فيها حاجات زي كتب ما بستخدمهاش او لحاف، بطانية، مخدة، فممكن دي تبقى ستور كويس جدا ان انا استغلها في البيت. فكرة الدولاب البيلت ان في الاوض، ان انا بستغل المساحه من الارض للسقف، هتساعدني ان انا يبقى عندي مساحات تخزينيه كويسه. فكره السرير اللي بصندوق طحاره برضو هتساعدني ان يبقى عندي مساحات كويسه للتخزين. لو انا عندي الطرقه اللي في البيت عريضه شويه، ممكن ان انا استقطع منها جزء بسيط 20 سنتي او 30 سنتي واعمل دولاب او اعمل جزامه في الطرقه، ساعتها هبقى بستغل مساحه مهدره في البيت وهتساعدني ان انا اخزن فيها حاجات ما بستخدمهاش. الحمام مع انه بيبقى مكان صغير في البيت، بس ممكن اطلع منه مساحات تخزينيه كويسه، زي تحت الحوض مثلا، تحت الحوض. وكمان فكره المرايه، ممكن يبقى ورا المرايه، في المرايه نفسها بتاعه الحوض بتفتح ويبقى في ارفف للصيدليه، للاجزاء، للحاجات اللي انا بستخدمها في الحمام. ممكن فوق الغساله يبقى في ارفف برضو احط فيها حاجات الخزين بتاعه الحمام. ممكن برضو في وحدات بتتحط فوق التواليت بحيث ان انا استغل المنطقه اللي فوق التواليت، وكمان منطقه الشاور ممكن يبقى فيها دولاب للخزين بتاع الشامبو والفوط والبشاكير والحاجات دي، فممكن منطقه الحمام يبقى فيها اماكن تخزين كتير. ممكن استغل الجزء اللي هو ورا باب الاوضه، دايما بيبان الاوض لما بتفتح بيبقى فيه جزء كده صغير مهدر ورا باب الاوضه، ممكن انا استغله ان يبقى فيه عندي ارفف رفيعه او وحده جزامه برضو ان انا استغلها ورا باب الاوضه. كمان لو عندي لو عندي بلكونات، يعني لو عندي كذا بلكونه في البيت، ممكن يبقى في بلكونه منهم اعمل برضو فيها دواليب للخزين، بس يكون لونها بلون الواجهه الخارجيه عشان ما تبقاش ملفته للنظر ويبقى شكلها مش حلو. لو انا عندي مثلا قاعده في الروف وعندي مطبه
للقعاد اللي هي الكنبة المبنية ممكن يبقى عندي داخلها برضو مساحات تخزينية. والنصيحة برضو للناس ان ما يبقاش ما نوصلش بمرحلة الكراكيب لمرحلة ان احنا نخزن حاجات ما بنستخدمهاش. يعني لو دي مشكلة كبيرة ان احنا ما نحبش نرمي حاجة اكيد هنستخدمها في يوم من الايام يعني ده اللي احنا بنقوله نفسنا. النصيحة المهمة ان احنا نبتدي نفلتر على طول اول يعني باول بالظبط اول باول حتى الحاجات اللي هي الفاليو مش شرط ان انا ادخرها او ان انا اخزنها اديها لحد محتاجها صح اتبرع بيها بالزبط. او يعني استاذه رشا بجد اللي هو نفلتر كل حاجه دي كانت يعني احلى ختام يعني وبجد شكرا لحضرتك جدا استاذه رشا فكري خبيره الديكور ودايما بتدينا كل المعلومات الجميله الثمينه يعني شكرا لحضرتك شكرا.